Chers amis internautes, bonjour. Voilà, nous sommes avec le petit IS qui arrive de Tata et nous sommes très heureux parce que nous avons encore réussi à sauver la vie à un enfant du Maroc. Vous savez que ce sont vos dons, ce sont vos aides. C'est vous qui nous aidez à arriver à relever ce challenge. Nous sommes heureux, nous sommes tellement heureux d'avoir sauvé la vie de ce petit garçon. Et merci beaucoup pour tous les gens qui aident ce petit garçon. سلام أزورنا ليت ما تسمع غسل مش كذا سكنيني في كاليفورنيا باش نزوقل نزرف روحي بروفيسور بالحاجة نشكر كل الطاقم من الكلينيك اللي دي تسيت بدادني بالمرضى باش الحمد لله هاتي غير هاد أفروخات سكنا العمليات نجح بخير وعلى خير غير هاد أفروخات إلياس راس نترجو الشفاء العاجل إن شاء الله وكان نشكر المحسنين راس نتيني داغ إن شاء الله إيه أين متوفى باش تعاون داغ كله واللي مدني نتزو اللي دارنا غير داد توقت دواصل المرضى وكان أبريس الحربي عوني جزا ربي الخير اليوم احنا في كلينيك كاليفورنيا وجينا عند الياس اللي دار عمليه جراحيه على القلب وكنشكروا جميع المحسنين اللي هما ساهموا في هذه العمليه الجراحيه والحمد لله على سلامته. السلام عليكم ورحمه الله اخوان اخوات الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم. بالنسبه للعمليه اللي رجحت الحمد لله بخير على خير تفضل هاد الناس ديال الجمعيات المغرب للانقاذ كنجازيهم بخير حتى انتم تفضلكم الله سبحانه وتعالى الحمد لله نجحت العمليه كان ربي سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيكم هو اللي انا راه الحمد لله فرحتونا وفرحت الوليد كما فرحتونا ربي سبحانه وتعالى راه هو اللي غادي يجازيكم هو اللي غادي يفرحكم الله يحل لكم الوالدين الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم جزاكم الله خيرا الله يرحم الوالدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنعاودوا عاوتاني نشكروا جميع المحسنين وكنقولوا كنا pour un Maroc un Maghreb et une Afrique plus solidaire.